خدمات النقل الداخلي اليوم باللاذقية شو رأيك فيها؟ مثل ما انك شايفة، مثل ما انك شايفة، باصين باصين بس بيتأخروا كل نص ساعة. الزحمة جوا المطار أكيد في زحمة وكتير. والله سيئة، عم ننطر كتير، عم ننطر كتير للخط رقم واحد، بس إجا ليكي بنوقعه بعيد. ما عم ننطر يعني أقل شيء بدك تنطر ربع ساعة نص ساعة. زحمة بالباصات كيف عم بدكم؟ العالم عم تقعد فوق بعضها. يعني العالم ما في سبيل لك ارجع لورا خدي محل، ما في محل بقى تحت العالم عم يطلعونا فوق بعضنا. كثير يعني هي الباص سهل هيك وما في وقف هنيك ما في عالم فوت شوفها توقفي على الباب احيانا ما بيسكر الباب. كرمال نقعد نوقف. سيئة جدا للغاية يعني. بشكل عام يعني سواء كان سرافيس ولا باصات ولا أي شيء يعني فهمت كيف؟ بسبب ما يقولوا بسبب المحروقات أو نص المحروقات بالبلد يعني. هذا السبب لكن ما بنعرف شو الأسباب الأخرى. وما يضل في زحمة كتير كتير ومصير حوادث يعني تقريبا الباب ما عم يسكر بالباص بسبب الزحمة الهائلة اللي بتكون ضمن الباص. بشكل عام باصات الدولة جيدة لحد ما، في اقتصاد كبير، في عجقة شوي كتيرة، لكن موضوع السرافي صاير صعب خصوصا بين المدينة والريف، صاير صعب جدا. أنا شغلي بحدود بالريف وعم نعاني كتير، في أيام كتير ما عم نطلع فيها على الشغل يعني بصراحة. داخلي بالمدينة تمام؟ جيد جيد لحد ما، أحسن من موضوع بين المدينة والريف كتير. اليوم قليلة شوي بسبب نقص المازوت بشكل عام، بس متوفرة متوفرة. زحمة كيف عم بتكون؟ زحمة والله شوفت عينيك. طبعا في زحمة، صرنا نص ساعة واقفين ما في حدا، نص ساعة ما في حدا، والشوفير كأني الباص لإله ما للدولة. كويسة ايه كويسة ناطي شي نص ساعة. طيب شو بدنا نحكي، بنحكي على حالنا يعني. هلا مو بنحكي على حالنا، اليوم في عم بيقولوا عنده في عدد باصات كافي باللاذقية، مليان نقل داخلي مليان، بس هلا بجوز خطي انا وين بدي روح بجوز يطول شوي لحتى يوصل، عرفت شلون؟ بس في يعني نقل داخلي تمام كويس، بس سرافيس ما في، عريف ما في، عرفت شلون؟ يعني هلا انت منا ساعة ونص حتى اجينا من الضيعة لهون. خدمات النقل الداخلي باللاذقية هلا حاليا كتير سيئة، كتير خصوصا القاعد بمناطق البعيدة عن المدينة يعني او ضواحي المدينة مثل ما بيقولوا. انا قاعد بالمدينة فاموري كلها بتنحل ما بين من خمس دقائق لربع ساعة. اوقات الواحد بيضطر ياخذ تكاسي، هلا في ازمة بنزين، حتى المحروقات بشكل عام يعني، حتى ازمة المازوت كمان مشان السرافيس والامور هي. الباصات كيف عم بتكون؟ والله زحمة الباصات غالبا عم تكون خانقة. ما عندي فكرة. ما عندي فكرة. لا عم أقضيها مشي والله. ليه؟ مشان مع القلبي بالنطرة.